رغم تفاؤل بروكسل بالتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، برلين تقول إن القضايا المهمة عالقة. بطلب من بريطانيا، مجلس الأمن يناقش قضية الناقل صافر وخطر حدوث تسرب نفطي منها. الشرق الأوسط تنقل عن مصادرها أن قادة الميليشيات الموالية لإيران تداولت مشروعاً لإسقاط حكومة الكاظمي. في إطار صراع التنظيمات الإرهابية، جبهة النصرة تبث لقطات لاعتقال قيادي داعشي في إدلب. أم رجاع قلبي حين ما كفيت جرح قلبي. وحلم الشهرة يراود آخر بائع غاز يغني لإيصال بضائعه في شوارع بغداد. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد. أهلا بكم إلى استوديو الحدث. على مدى ساعتين نفتح فيهما عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة، والبداية من التطورات المتعلقة بالجولة الخامسة من المفاوضات على النووي في فيينا، بين تفاؤل بروكسل وإحباط هذا التفاؤل من قبل برلين. البداية إذن كما قلت من هذه الجولة من محادثات فيينا النووية، إذ لا يزال الغموض سيد المشهد، فقد استبعدت الخارجية الألمانية إمكانية التكهن بموعد لتحقيق تقدم في محادثات فيينا مع إيران رغم كثافتها، مشيرة إلى أن القضايا المهمة لم تحل بعد. في حين قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الوفد الأمريكي لمحادثات فيينا سيعود الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور، توقع المنسق الأوروبي التوصل لاتفاق خلال الجولة المقبلة من المحادثات. المنسق أكد عدم وجود نص نهائي للاتفاق مع إيران، لكنه توقع التوصل لاتفاق في الجولة المقبلة. كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي أكد في وقت سابق بأن الخلافات وصلت إلى نقطة يمكن حلها، إلا أن معلومات الحدث أفادت بأن المنسقين يواجهون تحديات كبيرة في تحديد تاريخ الدعوة لجولة سادسة جديدة، خاصة أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة ملف إيران النووي وشرح سبب وجود آثار ليورانيوم مخصب في 3 مواقع إيرانية. الرئيس الإيراني حسن روحاني ماشى هذا التفاؤل الأوروبي متحدثاً عن تقدم، عداً أن الأمور الأساسية قد حلت وما تبقى هو أمور ثانوية. اليوم نرى أن قضايانا الرئيسية مع الولايات المتحدة قد تم حلها بالمفاوضات، مع بقاء بعض القضايا الثانوية التي سنتفاوض بشأنها ونحقق النتائج إذا كانت هناك إرادة للقيام بذلك في الإدارة الحالية، فهذا يعني أننا سننهي الأمر. من لندن الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. يعني وإن تفاءلت بروكسل، برلين على الأقل يعني حاولت التخفيف من هذا التفاؤل، قالت ما زالت هناك قضايا مهمة عالقة. إلى أين وصلت الأمور في تقديرك؟ أستاذ محمد، كلام دبلوماسي حلو، لكن الاتحاد الأوروبي هو راعي المفاوضات، والولايات المتحدة وإيران هما المطلوب منهما أن يقوما بتنازلات. بقية الأفرقاء من مجموعة 5+1 وغيرهم والاتحاد الأوروبي هم لم يخرجوا من الاتفاق مع إيران، وبالتالي الضغط هو على صانع القرار الإيراني وصانع القرار الأمريكي للعودة إلى الاتفاق. إيران تحصر هذا الأمر بالعودة عن خروقاتها للاتفاق النووي مع تجاهل الأمور الأخرى، التخريب الإيراني عبر المشرق العربي وعلى مصالح المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والتهديدات البحرية، وكذلك الأمور الصاروخية مصالح إسرائيل. إذن الكلام الإيراني هو كلام معسول، لكن ينتظر قرار من المرشد. فيما الفريق الأمريكي، إيران لا تحلم بفريق أفضل من هذا الفريق، لأن أغلبه هم من السابقين في إدارة أوباما، روبرت مالي وغيرهم، وبالتالي هم جاهزون لعقد اتفاق. لكن الأمور لكل طرف في أمريكا وفي إيران، حتى يغطي نفسه في أمريكا من الكونغرس والجمهوريين يغطي نفسه، وفي إيران
أن المرشد في آخر حياته السياسية لا يريد أن يعطي إرث مهزوم بكل الضغوطات الموجودة، وإيران هي يعني الدولة المارقة في العالم رقم واحد. طب ما دامت القضايا الحيوية لم تحل بعد وهي الأساس بالتالي، إذن ما الذي نوقش في كل الجولات التي مضت؟ المفاوضات تمشي في الأمور التقنية بالأمور النووي، وقلتم بصراحة الأسبوع القادم سيشهد اجتماع الربع السنوي لمفتشي الوكالة، وبالطبع سيحضر بعض الممثلين في هذه المفاوضات للمناقشات مع يعني وجود خروقات إيرانية. لكن إذا كان هناك نية سياسية، وأنا أفترض أن هناك نية سياسية عند إدارة الرئيس بايدن، فكيف سيقوم بتسويق هذا الأمر داخليا أمريكيا وفي الشرق الأوسط للمصالح الأمريكية، حتى لا تكون إيران يعني ما قامت به كدولة مارقة يبقى مكاسب لها. وبالتالي أنا راقبت ما يحصل من مفاوضات ربما مع دول عربية سواء في العراق أو في تنازلات معينة، كلها خطوة خطوة. إيران لا تتنازل الآن، تريد جائزة كبرى ثم يعني تترك الباقين للقول أن خطوة خطوة بمعنى الانسحاب وتغييرات استراتيجية في لبنان وفي غيره وعدم مجابهة إسرائيل، لأن إيران لا تجابه إسرائيل، هي استخدمت الدول العربية حماس حزب الله وغيرها كأكياس رمل لمصالح إيرانية، وبالتالي تريد الجائزة الآن. لكن هل يعطوها الجائزة؟ برأيي أن هناك فيتو عربي إسرائيلي، وهذا أمر مهم، كل لمصالحه بشكل مستقل حتى لا تترك إيران بالجوائز التي أخذتها. لكن إيران لا تريد أن تتنازل، وعندي الآن ضغط انتخابات إيرانية كما قلتم، اجتماع هنا في بريطانيا الأسبوع القادم لمجموعة السبعة وحضور ضيوف منها، يعني هناك أجندة بريطانية، إيران ستكون حاضرة، وبالطبع بايدن سيكون إذا حصل اتفاق بهذا الأمر سيكون هدية للرئيس بايدن. ماذا بخصوص العقوبات؟ يعني أيضا هذه من الملفات الشائكة، يعني إيران تريد أن ترفع العقوبات التي لها علاقة بالقضايا غير القضية النووية أيضا، وهذا ربما ما ترفضه الولايات المتحدة وربما أوروبا أيضا. النظام الإيراني أستاذ محمد له تاريخ من البكائيات، يأخذ جوائز ويحتل ويضرب ويصدر فتاوى لأنه يساعد المستضعفين، لكنه ضرب ملايين المستضعفين، اللاجئين السوريين، الآن الاقتصاد اللبناني، وبالطبع أصبح خطابه فارغ من المضمون، لا أحد يصدقه، لكن مع ذلك يعتمد على قاعدة صلبة يجب أن أعترف من الذين ينظرون أن إيران إذا فازت مع الولايات المتحدة هم يفوزون، على الدماء وعلى الضحايا. وبالطبع هذا إيران ليس عندها مشروع سلام للشرق الأوسط، الدول العربية عندها، الولايات المتحدة عندها، وبالتالي أي تنازل أمريكي إذا لم يصب في مصلحة سلام إقليمي الذي يعني لم ترعه إيران لمدة 40 سنة، كلها انفجارات وأخطاء، والآن عندي أخطاء بحرية، مناورات وأمور أخرى وتهديدات، إذن لا يصرف هذا الأمر. ولا أتوقع أن يقوم المرشد بتغيير يعني الاستراتيجية الإيرانية، هناك تكتيكات عباس عرقجي وروحاني الذي بقي عنده من حياته السياسية 10 أيام أو 12 يوم روحاني، وبالطبع لو أخذ الاتفاق سيقول هذا ما أعطيه لي يعني الحكومة السابقة، لكن أنا أنظر إلى المرشد ولا أنظر إلى الرئيس على أهمية هذا الأمر. هناك دعوات لإلغاء منصب الرئيس لأنه غير مجزي يعني في الأمور الأساسية. طب في هذه الحالة لو توصل إلى اتفاق، المستفيد يعني كما أفهم من كلامك إيران أكثر من مما ستستفيد الولايات المتحدة؟ إذا حصل أستاذ محمد على أمور تقنية فقط نووية كما تريد إيران، وربما هناك غض نظر من يعني الثلاثة في الاتحاد الأوروبي، يعني المجموعة الأوروبية ككل، ولكن أخص بالذكر بريطانيا، ألمانيا وفرنسا، عندهم مصالح، وعندي دليل في الماضي سجل في اجتماعات سابقة فرنسا تدعو وزير الخارجية الإيراني ظريف، يعني هناك باب إيراني للقول أنها تستطيع أن تستغل مصالح تجارية خصوصا فرنسية وألمانية كبرى في إيران وكذلك بريطانية الآن، لأن بريطانيا تحتاج لاتفاق تجارية. لكن هل تغامر بريطانيا وفرنسا وألمانيا بضرب مصالحهم التجارية مع دول الخليج العربي؟ الوين وين يعني الربح مع إيران ومع الدول العربية هو مهم وبرأيي يعني ممتاز، لكن كيفية نزع مخالب إيران أو جزء من هذه المخالب على الطاولة وليس بعود معسولة، هذا تحدي كبير. وصلنا القرار العربي، أنا راقبت مؤخرا وزير الخارجية السعودي جاء إلى لندن وإلى أمريكا، وبالطبع هناك يعني مفاوضات، كل لوبي يقوم بطرح ما عنده يعني الآن.
شكرا لك من لندن الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. فرق الإطفاء الإيرانية في مواجهة مع نار مصفاة طهران الضخمة. ومجلس الأمن يبحث أسلحة الكيماوي السورية اليوم. زلنا في ملفات ساعتنا الأولى من استوديو الحدث ونبقى في إيران. فقد أعلن رئيس إدارة الأزمات في طهران رضا كرمي محمدي أن حريق مصفاة طهران الذي اندلع في عدة نقاط أصبح تحت السيطرة، وأوضح أن عمليات الإطفاء مستمرة وتبذل الجهات المعنية كل الجهود لمنع انتشار الحريق، وأشار إلى احتمال إخلاء المنازل القريبة من المصفاة. قبل ذلك قال مدير طوارئ طهران إن سبب الحريق في المصفاة يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل، فيما قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية إن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في المصفاة. ونفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني. إلى العراق عادت ميليشيات الحشد إلى إطلاق تهديداتها السياسية من تلميحات لقادة بارزين فيها بسحب الثقة من الحكومة العراقية. مصادر رفيعة أكدت للشرق الأوسط أن تداعيات اقتحام المنطقة الخضراء وصلت ذروتها عندما تداول قادة الفصائل مشروعا لإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، إذ قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري في مقابلة تلفزيونية إن الظروف التي أحاطت بتكليف الكاظمي أجبرته على دعمه، لكنه لن يكون معه إذا انحرف عن المسار في مهمة إخراج القوات الأجنبية من العراق وإعادة هيبة الدولة وتأمين أجواء الانتخابات. وعلق العامري على أحداث اقتحام المنطقة الخضراء قائلا إن اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح كان خطأ. وعلى الإيقاع نفسه أطلق زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي
انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة عادا أن الكاظمي يضمر العداء للحشد الشعبي، وهو ليس جديدا هذا وفق الخزعلي الذي عد أن حكومة الكاظمي ومنذ اليوم الأول ناصبت العداء للحشد. وقد علمت الشرق الأوسط أن قيادات في الحشد قررت مفاتحة كتل نافذة بشأن سحب الثقة من الكاظمي، لكن المشروع واجه ترددا كبيرا من كبار القيادات الشيعية، ليس انتصارا للكاظمي وإنما لحسابات سياسية. في الموضوع نفسه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منددا بتهديدات الفصائل المسلحة. وأدان الوزير البريطاني التهديدات الأخيرة التي شكلتها جماعات مسلحة على المنطقة الخضراء، وأكد أن الميليشيات المسلحة في العراق تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام. من بغداد، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان. بداية، هل هذه الفصائل المنضوية في إطار الحشد قادرة على تهديد مكانة الكاظمي كرئيس للحكومة الآن؟ شكرا على الاستضافة. هي منذ البداية لم توافق على تكليف السيد مصطفى الكاظمي كرئيس للوزراء، وحاولت من خلال واجهاتها السياسية أن لا تمضي مع تسنم الكاظمي لهذا المنصب، لكنها فشلت. وفيما بعد أيضا حاولت من خلال ما يسمى بأزمة اعتقال عناصر كذاب حزب الله، أزمة البعيثة، أيضا حاولت التجنيد بهذا الاتجاه لكنها فشلت. أتصور بأن حتى التجنيد السياسي الآن الذي يبدو واضحا من خلال عملية الفرز في المواقف، خصوصا ما بعد تطويق القصر الحكومي، أتصور بأن هذا التجنيد السياسي أيضا لن ينجح على أقل تقدير. ولذلك جزء من التفسير لعملية الانتشار داخل المنطقة الخضراء هو ليس لإرغام الكاظمي في ذات اللحظة على تقديم الاستقالة، لكن لإحراجه ومن ثم دفعه يعني لاتخاذ قرار فيما بعد، طبعا بعد إحراجه لتقديم استقالته، وهذا بحد ذاته قد يحقق لهم نوع من الانتصار السياسي العسكري. طيب، قيل إن ربما بعض الفصائل الأخرى قد يعني تعارض على ما تسعى إليه هذه الفصائل، ليس حبا ولا انتصارا للكاظمي بقدر ما هو الموضوع حسابات سياسية داخلية. يعني أنا لا أمضي مع هذه الفرضية. طبيعة المواقف التي صدرت من زعيم منظمة بدر هادي العامري تبين بما لا يقبل الشك، وهم الواجهة السياسية لهذه الفصائل، والذي ممكن أن يوضع ضمن دائرة المرونة في التعاطي مع الدولة مع الدستور. يبدو بأن موقفه واضحا، يعني عملية اصطفاف كاملة من قبل هذه الفصائل واجهاتها السياسية اتجاه الكاظمي. هم يتحدثون عن خطأ في عملية الاعتقال، ويتناسون بأن هذا الإجراء هو من السلطات الحصرية للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي لم يتم اتخاذ طرق دستورية وقانونية إذا ما كان هناك اعتراض على أقل تقدير بالنسبة للواجهات السياسية. لكن لا يمكن أن نقفز على فرضية الانقسام داخل البيت الشيعي السياسي، خصوصا وأن هناك مواقف صدرت من قبل بعض الزعامات الشيعية السياسية منها بالتحديد هي كانت بالضد من يعني هذا الانقلاب الناعم، أو ما يمكن نسميه الانقلاب الفاشل بالتحديد، لأن في ذلك هز ليس لأركان الدولة وإنما إسقاط لمشروع الحكم السياسي الشيعي، وهذا سيكلف الشيعة سياسيا، نتحدث كأحزاب، أيوة، فقدان الحكم. طب دكتور، لو وجد الكاظمي نفسه مجبرا على الدخول في هذه المواجهة الآن إذا صعدت هذه الفصائل، ماذا في إمكانه أن يفعل؟ ومن من الممكن أن يصطف إلى جانبه؟
هو دخل المواجهة، يعني إذا ما نظرنا إلى الأحداث هو دخل المواجهة لكن بتكتيك يختلف، ليس على أساس المواجهة المسلحة بقدر ما استراتيجية الاحتواء وأيضا إنفاذ القانون، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد أنه في حسابات الربح والخسارة فإن الدولة كانت فاعلة في إنفاذ القانون ومن ثم عدم تسليم المتهم إلى هذه الفصائل أو إطلاق سراحه، ومن ثم هو لا زال معتقل في العمليات المشتركة. من جانب آخر، إذا ما حدث تطور، وهذا قد يكون هو جوهر السؤال أستاذ محمد، إذا ما حدث تطور فبالتالي أعتقد أن هناك آليات، يعني هناك الكاظمي يمتلك الصلاحيات الدستورية أيضا التي تؤهله للحفاظ على النظام كسلطة تنفيذية، هنا أتحدث، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك اصطفاف، يعني لن يسمحوا على أقل تقدير بعض ما يمكن نسميه الزعماء السياسيين الشيعة، لن يسمحوا بعملية انقلاب كاملة من قبل هذه الفصائل. أيضا لا أتصور بأن الزعامات السنية الكردية ستمضي مع مشروع هذا الانقلاب، ولذلك الأمر هو لا يرتبط فقط بالكاظمي وإنما يرتبط بالدولة يعني والنظام السياسي، بغض النظر عن تقييمنا لهذا النظام، لكن أتصور بأن عملية الاصطفاف ستكون واسعة لعدم سيطرة أين إيران جهة من ذلك مسلحة. إيران من وجهة نظري على الرغم من أنها تستخدم سياسة الضغوط، لكن فيما يبدو بأنها محرجة جدا، خصوصا وأن هذا التغول وإسقاط الحكم في العراق له تبعات كبيرة. إيران خسرت كثيرا يعني منذ تشرين أكتوبر من العام 2019 وإلى الآن نتيجة سياسات خاطئة لحلفائها على مستوى حكومة عادل عبد المهدي أو معادلة السلطة التي دفعت التي دعمت عفوا عادل عبد المهدي. ولذلك تجد بأن عملية الانقلاب أو يعني تقويض الحكم لجهات ممكن أن توصف بأنها ضمن مكون معين شيعي بالتحديد، هذا سيكون يعني خسارة أو الضربة القاضية للنفوذ الإيراني، خصوصا وأن الشيعة يرفضون أن يكون هناك سيطرة لجهة محددة على الحكومة، أتحدث عن الشيعة كجمهور، وبالتالي هي تريد تهدئة، ولأنها تجد بأن تبعات هذا الانقلاب سيكون مكلف بالنسبة لها، خصوصا وهي تخوض مفاوضات في فيينا وأيضا على مستوى الملفات في المنطقة، لأن العراق إذا ما مضى بهذا الاتجاه فهو ذاهب نحو الفوضى. من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، شكرا لك. يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة للاستماع إلى إحاطة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا ومدى تطبيق القرار 2118. وتقدم في الجلسة أو تقدم في الجلسة إحاطات من مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والممثل السامي لشؤون نزع السلاح. مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنه لم يحدث تقدم كبير منذ إحاطة أرياس في ديسمبر الماضي، وأن هناك فجوات في التقارير السورية المرفوعة للمنظمة التي تحمل الكثير من التناقضات. في إطار صراعات التنظيمات الإرهابية، بثت جبهة النصرة سابقاً تسجيلا تؤكد فيه أنها اعتقلت يوسف النعمان الملقب بأبو حارث القيادي في تنظيم داعش وشقيق مسؤول التنظيم في العراق. وضبط الأمن والأمان هي من أولى مهام جهاز الأمن العام، ومن مهامه أيضا ملاحقة خلايا تنظيم الدولة وخلايا النظام المجرم وخلايا الجريمة المنظمة. جهاز الأمن العام كغيره من المؤسسات الفاعلة في المحرر وجد نتيجة الحاجة الملحة لمنظومة أمنية موحدة ومتطورة تحفظ أمن المسلمين وأمانهم. دعنا نرمي أخو يحضر بي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أعلنا سابقا عبر الحساب الرسمي لجهاز الأمن العام أننا قمنا بمداهمة العديد من الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم الدولة في منطقة إدلب، وتم القضاء على عدد كبير منهم ولله الحمد. الحقيقة أن تنظيم الدولة لم يترك وسيلة إلا واستخدمها في تنفيذ عملياته الإجرامية، وضبطنا بعض الحالات الخاصة التي يقوم بها عناصر التنظيم باستخدام النساء والأطفال في نقل الأموال والمواد المتفجرة والأسلحة والذخائر، وأحيانا يساعدهم في تنفيذ بعض هذه العمليات. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. فوق أزماته المتراكمة، لبنان مهدد بظلام دامس. ومجلة ناشونال انترست الأمريكية تقول إن مواجهة وكلاء إيران غير ممكنة إلا من خلال دعم الشركاء التقليديين. زلنا في ملفات ساعتنا الأولى من استوديو الحدث. فقد أكدت مجلة ناشونال انترست الأمريكية ضرورة عمل إدارة الرئيس جو بايدن على تفكيك وكلاء إيران الأجانب في المنطقة وجعلها أولوية، لافتة إلى ضرورة الإسراع بالتحرك بغض النظر عما ستسفر عنه مباحثات ملف طهران النووي، ذلك لمنع تحول لبنان إلى دولة فاشلة، ما يسمح لإيران وحزب الله بالعمل دون عقاب. هذا بحسب المجلة الأمريكية. ناشونال انترست شددت على أن مواجهة وكلاء إيران غير ممكنة إلا من خلال دعم شركاء الدفاع التقليديين في المنطقة مثل الجيش اللبناني. ودعت ناشونال انترست إلى جعل نزع سلاح ميليشيا حزب الله وغيرها من الميليشيات في المنطقة شرطا ضروريا لأي تعامل محتمل مع إيران، لا سيما أن دعم إيران للميليشيات في العراق لا يقتل الأمريكيين فحسب، بل يستهدف أيضا الأقليات الدينية. هذا بحسب المجلة. كما وصفت حزب الله بالدمية الإيرانية، محذرة من بناء الميليشيات دولة داخل الدولة وإدارة سوق سوداء عابرة للحدود مع سوريا وإحكام قبضتها على الحكومة، ما يكلف اللبنانيين دماءهم على حد تعبيرها. وليس بعيدا عن سيطرة الميليشيا على الدولة في لبنان والدور الأمريكي، دراسة أعدها مركز دراسات غرب آسيا ونشرها موقع أساس توضح
تطور السياسة الأمريكية تجاه لبنان بين عامي 2018 و2021. الدراسة حددت توجهات السفارة الأمريكية في بيروت وتركيزها الأولي على أهمية الوضع الأمني وكيفية مواجهة دور حزب الله وعلاقته بإيران، إلا أن الدراسة أوجدت اختلافا كبيرا في أولويات البعثة هذا العام وتوجيه عبارات غير مسبوقة لميليشيا حزب الله. إذن الحديث الآن عن تطور في هذه السياسة الأمريكية تجاه لبنان بعد أن يعني حيد بعض الشيء من الأولويات الأمريكية في السنوات التي خلت، فتطور بالاستراتيجية الأمريكية تجاه لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة أوجدته دراسة أعدها مركز دراسات غرب آسيا ونشرها موقع أساس. وحددت الدراسة الاختلافات في شأنين، أولهما التركيز طبعا على أهمية الوضع الأمني في لبنان وكيفية الحفاظ على الاستقرار في هذا البلد، الثاني اللهجة غير المسبوقة المستخدمة من قبل السفارة الأمريكية في بيروت حين الحديث عن ميليشيا حزب الله وكيفية مواجهة دورها وعلاقتها بإيران. فذكر حزب الله في أجندة البعثة الأمريكية جاء بأكثر من نقطة، أبرزها فيما يخص تأثير المنظمة الإرهابية الخبيث بحسب الوصف طبعا، وكذلك مساعدة إيران لها على حد تعبيرها. أما نقطة التركيز الثانية فحددتها الدراسة بتقوية الدولة اللبنانية وتمكينها عبر تعزيز تنفيذ الحكومة الفعال للإصلاحات الاقتصادية والسياسية أيضا، وتمكين المجتمع المدني الذي يحاسب القادة ويعطي صوتا لاحتياجات الناس وهمومهم، فضلا عن تحسين قدرات قوات الأمن وتمكين الحكومة من الاستقلال عن التدخل الأجنبي. وتشمل الاستراتيجية الأمريكية أيضا بحسب الدراسة تعزيز التوجه الغربي للبنان وترسيخ الولايات المتحدة شريكا مفضلا بين المنافسين الإقليميين والقوى العظمى، كما نال استكمال بناء مجمع السفارة الأمريكية الجديد في منطقة عوكر الحيز الأكبر من الاستراتيجية الجديدة وتتخطى كلفته $1 مليار. وبحسب الدراسة أيضا قد لا يحظى الوضع اللبناني بالأولوية اليوم لدى الإدارة الجديدة، لكن تبقى نقطة الارتكاز المهمة على صعيد التعاون الأمني والعسكري مواجهة نفوذ حزب الله وإيران في المنطقة وليس فقط في لبنان. من دبي الباحث السياسي اللبناني الدكتور مكرم رباح. دكتور مكرم أهلا بك معنا في استوديو الحدث. خير سيد محمد، أهلا فيك. عن أي تغير في الاستراتيجية الأمريكية في الواقع نتحدث الآن تجاه لبنان؟ فعليا هذا ليس تغير، نحن ما نراه اليوم هو استمرار للنهج أو للسياسة التي أرساها ديفيد شانكر عبر السفيرة الحالية دوريسي شاي، مقارنة بالسفيرة السابقة إليزابيث ريتشاردز التي كانت تمتنع بشكل كامل عن التعليق عن أي موضوع داخلي وكانت تريد أن تلجأ إلى الدبلوماسية التقليدية، في حين أن نرى بأن دوريسي شاي برغم من عدم وجود كما أسميت حضرتك أولوية كلبنان ليس أولوية على لائحة اهتمامات إدارة بايدن، لا تزال السياسات التي أرستها إدارة ترامب موجودة، أي الحفاظ على ما تبقى من الشرعية عبر دعم الجيش اللبناني، والأكثر من ذلك عدم الانسياق وعدم إعطاء الساسة اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل الفرصة للاستفادة من العلاقة وأخذ الصور مع المبعوثين الأمريكيين، وهذا شيء في السابق استعمله باسيل لصالحه. أما الآن نرى أكثر حزما فإن السفيرة شاي تسمي الأشياء بأسمائها وحتى توجه انتقادات لازعة للسلطة الحاكمة في حال تجاوز الدستور، وهذا شيء في آخر المطاف في يفيد المواجهة المستمرة بين الثورة اللبنانية وهذه الطبقة الحاكمة التي بالتعاون مع حزب الله قد اختطفت البلاد. طب دعني هنا يعني أفصل بين النقطتين، ربما نجد يعني بعد هذا الفصل رابطا بينهما. إن كان لبنان كلبنان لا يحد يعني يشكل أولوية لدى إدارة بايدن، لكن سيعود ويضطر إلى أن يلقى نفسه في اضطرار للتعامل مع لبنان لأنه يريد أن يفكك وكلاء إيران في المنطقة، وعندما نتحدث عن هذه النقطة أبرز هذه يعني أو هؤلاء الوكلاء حزب الله في لبنان. صحيح، قد لا يكون أولوية كما ذكرنا، ولكن في نفس الوقت أن بايدن لا يريد أن يعيد تجربة أوباما فيما يتعلق بإطلاق يد حزب الله وأذرع إيران وبالتحديد السماح لأشخاص مثل قاسم سليماني بأن يصبحوا حكام عسكريين لهؤلاء البلدان. نرى الآن بأن هناك نوع من حذر
وتركيز على محادثات فيينا، ولكن في نفس الوقت ليس هناك موضوع أن لبنان ليس عطارد المفاوضات في فيينا، وهذا شيء يأتي كصفحة لحزب الله الذي يريد أن يحول أو يجعل من هذه الأشياء نوع من نقود ليقبضها في الداخل اللبناني، إن كان عبر التخفيف العقوبات المباشرة ضده أو ضد حليفه الأساسي جبران باسيل من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة. المسألة هنا بأن روب مالي الذي يفاوض باسم أمريكا أو برأيي يفاوض باسم إيران لا يستطيع أن يبيع المنطقة كما فعل في السابق، ونحن نعرف بأن هناك نقاش داخل البيت الأبيض، ولا سيما بأن لم يكن هناك اهتمام الآن كذلك بسوريا، فإن سوريا ولبنان يأتوا بعد العراق وبعد إيران. ما نراه في العراق نستطيع أن نستنسخه في لبنان، أي يكون هناك نوع من مقاومة حكومية لميليشيات إيران، وإن كان نموذج القازمي في العراق ينجح نريد أن نستنسخ شيء يعيد الثقة للشعب اللبناني بإداراته وبالتحديد بالجيش اللبناني والقوى المسلحة. طيب أيضا أعود إلى مسألة أنه الأولويات الآن بالنسبة للإدارة هي تقوية يعني الدولة والأجهزة الأمنية والإصلاحات، وهذا ما تسعى إليه أصلا فرنسا من البدايات. طبعا عندما نتحدث عن تقوية الدولة كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل تغلغل وتنفذ حزب الله في كل مفاصل الدولة؟ قد أصبح واضح أستاذ محمد بأن الغرب يعي تماما الخطورة المرحلية، وهي موضوع المرتبات التي تعود إلى الجنود والضباط. كما تعرف بأن مرتبات العسكر لا تكفيهم حتى كنوع من غذاء، فنرى بأن الإدارة الأمريكية وإدارة بايدن بالتحديد قد وهبت الجيش 120 مليون دولار في إضافة 15 مليون دولار إضافي، وأعتقد بأن تلك الأموال ستذهب لنوع من سبسيدي أو نوع من مساعدات مباشرة بالعملة الصعبة للجيش اللبناني من أجل تمرير هذه المرحلة، في حين نحن نعرف بأن حزب الله مستاء من حركة قائد الجيش جوزيف عون إن كان مع فرنسا أو كان مع أمريكا، فهم يرون بالجيش اللبناني نوع من خطر ويتهمون جوزيف عون وكل الأشخاص الذين ينسقون مع الغرب بكونهم عملاء. ونحن نعرف بأن الجيش اللبناني هو محط ثقة الشعب اللبناني، والأهم من ذلك بطريقة غير مباشرة هو يؤمن الحماية للأمريكيين إن كان بالسفارة أو كما ذكر التقرير بالأمريكيين اللبنانيين من أصل لبناني المقيمين في لبنان، وكل ذلك يؤكد العلاقة الندية بين الجيش الأمريكي والجيش اللبناني الذي تعود إلى أيام الرئيس السابق أمين جميل. طب دكتور مكرم، دائما يعني في الصفقات السياسية الضعيف يدفع ثمن الصفقات، يعني ألا تشارك من يخشى أن يذهب لبنان ضحية أي صفقة كبرى بين الولايات المتحدة وإيران؟ أستاذي، الطريقة التي تعامل بها حزب الله والطبقة السياسية مع لبنان لم يعد قادر حتى أن يكون ضمن الصفقة، فقد وصلنا إلى مرحلة تشبه إلى حد معين فنزويلا، ولكن بمرحلة أسوأ. يعود لبنان إلى طاولة الفوضات، علينا أن نبدأ بإعادة لبنان من الداخل وليس فقط اعتماد على الخارج. إن ما يقوم به الطرف الأمريكي هو شيء ممتاز، ولكن المطلوب من الشعب اللبناني أن يعي أن حزب الله ليس خارقا، وأن حزب الله يسرق أمواله عبر 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 استمرار بهذا النهج وعبر حماية هذه الطبقة السياسية، وعلى هذا النظام الزبائني أن يدمر من الداخل ونعيد لبنان كما كان في السابق منارة للشرق، وأن يكون يسر عبور بين الشرق والغرب، وأن لن يكون على طاولة مفاوضات إن كان لإيران أو إن كان للولايات المتحدة الأمريكية. كيف يمكن أن يدمر الآن في ظل، يعني أنا متفق يعني مع النظرية القائلة أنه لا شيء مستحيل، يعني هناك إمبراطوريات يعني حكمت قرون وانهارت بالتالي. نعم، بكل بساطة علينا أن نتوقف عن تصديق تلك الشعوذات الاقتصادية والشعوذات السياسية. أستاذي، أنت تتابع كيف تقوم مصرف لبنان بهذه الشعوذات الاقتصادية والمالية. الشيء يبدأ وينتهي بالأزمة السياسية، ليس هناك من مشكلة اقتصادية. المشكلة الاقتصادية في لبنان هي انعكاس لسيطرة حزب الله وسيطرة منطق السلاح على منطق الدولة. المطلوب من كل مواطن لبناني وكل صديق للبنان ابتداء من دول الخليج العربي أن يدعموا الشعب اللبناني وليس الطبقة اللبنانية الحاكمة، ومن هنا نبدأ بإعادة لبنان الذي نريده. شكرا لك من دبي الباحث السياسي اللبناني الدكتور مكرم ربح، شكرا لك. قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بتعميم مصرف لبنان الذي سمح للمودعين بالسحب من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار أثار استياءً شعبياً واسعاً. مسؤول لبناني عد أنه على الرغم من كون القرار نابعاً من حسن نية إلا أنه ينم عن قصور في المعرفة المالية والمصرفية.
فيما قال مرجع مالي واقتصادي آخر إن القرار وعلى الرغم من قانونيته إلا أنه قد لا يكون بريئاً، إذ إن التوقف عن إعطاء اللبنانيين ودائعهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار سيجبر المواطنين على طرح دولاراتهم المخبأة لاستبدالها. وقد تسبب قرار المركزي باندلاع موجة احتجاجات رافقها قطع للطرق بعجلات مطاطية مشتعلة، فيما اصطفت فئة أخرى من اللبنانيين في طوابير طويلة أمام الصرافات للسحب بالتسعيرة المعلنة التي تعادل ثلث المطروح في السوق السوداء. وفوق أزماته السياسية المتراكمة أصبح لبنان مهدداً بظلام دامس، إذ سرب مسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية أن المخزون الحالي من وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء يكفي 9 أيام فقط، إذ تنتظر 3 سفن لاستيراد الوقود موافقة المصرف المركزي لتحويل الأموال اللازمة من أجل تفريغ حمولتها في خزانات محطات توليد الكهرباء. أذهب إلى لبنان بكل الأحوال، حاكم المصرف اللبناني يتحدث الآن كوننا كنا نتحدث عن المسألة المالية، فإلى هناك. يوقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان رقم 151 بعد التداول، وبما أنه مصرف لبنان ما تبلغ صورة صالحة عن القرار المذكور للتنفيذ، وبما أنه مصرف لبنان تقدم اليوم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف، بناء عليه تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان اعتباره أنه ما زال سارق المفعول وستعمل المصارف بموجبه. كما أنه تأكدنا التعاون الكامل وضرورة التعاون أيضا بين مصرف لبنان ومجلس شورى الدولي لما فيه مصلحة لبنان، وكل التعاطي هو بهالإطار هيدا. شكرا. إذن هذا حاكم المصرف اللبناني في لبنان كان يتحدث عن القرار الذي أثار استياء شعبيا في الداخل اللبناني فيما له علاقة طبعا بصرف سعر الدولار على 3900 ليرة. مرة أخرى أذهب إلى هناك حيث يجيب عن أسئلة بعض المشاركين والحاضرين للمؤتمر. لكن وين مصريات الناس؟ مصريات الناس بالبنوك مش بمصرف. والبنوك بيقولوا أنه مصريات الناس عندك هيك بقوله. بس كمان في عندهم مصاري مع الدولة، ما هيك؟ كمان في عندهم مصاري مدينينا للقطاع الخاص، ما هيك؟ كمان عندهم أموال خاصة محطوطة بالخارج، ما هيك؟ راحت ودايع الناس؟ لا ما راحت، وقريبا في تعميم رح نبلش نرجع الأموال. ليش يعني ليش رحتوا على إصدار تعميم بتعليق العمل بال؟ لا نحن تبلغنا القرار، بس في بعض الأمور اللي أشار لها حضرة الرئيس، ونحن ما طلعنا تعميم بيلغي تعميم، نحن عملنا إعلان لنكون محترمين، لأن نحن بنحترم مجلس الشورى ونحترم كل القضاء، فنحن كنا عم ننفذ أو عم ناخد التدابير اللي هي تخذ قرار فيها. هلأ لقينا اليوم، وهيك شرح لنا الرئيس الياس، إنه في
إمكانية إنه ما نطبق فوراً، وهي من خلال إنه لازم يكون في تبليغ مختوم، ولازم يكون في وإذا نحن مقدمين مراجعة هيدا بتعطينا وقت. إذن تحدث عن مسألة تعميم سعر صرف الدولار الذي قال بأنه ما زال ساريا. بكل الأحوال نحن أصلا في هذا الموضوع نناقشه. من بيروت الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرة، ما دمنا نقلنا كلمة سريعة لحاكم المصرف، بداية تقييمك لما قاله في هذه الكلمة السريعة. يعني مثل ما كان متوقعا أصبح هناك تراجعا عن قرار مجلس شورى الدولة، إنما مع الأسف هذا القرار التراجع عنه أصبح بتبويس اللحى بين جهتي الخلاف، أي مجلس شورى الدولة ومصرف لبنان عند فخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدة، وبالتالي لم يأخذ القرار مساره لا القانوني ولا القضائي، كذلك الحال بنفس الطريقة لم يأخذ مساره القضائي والقانوني. طبعا بناء على الذي حدث مساء أمس عند فور تعميم مصرف لبنان على المصارف، عدم تسليم الودائع بالدولار على سعر 3900 ليرة، أن هذا الأمر خلق بلبلة كبيرة في الشارع اللبناني وتسابق على الصرافات الآلية لسحب المواطنين ودائعهم على 3900 ليرة، لأنه في حال العكس لا يبقى هناك إلا العملة المرجعية 1500 ليرة أو سعر الصرف المرجعي 1500 ليرة لسحب الودائع عليه أو بتشيك مصرفي. وفي الحالتان خصوصا أن قرار مجلس شورى الدولة لم يلزم المصارف أو مصرف لبنان الطلب من المصارف تسليم الودائع نقدا، فيجوز المصارف تسليم الودائع بالدولار تشيك. وطبعا الشيكات في لبنان تباع ب 20% فقط من قيمتها، في حين أن التسليم على 3900 يخسر المودع 70% وليس 80%، وبالتالي أمام حالة هذه الغضب والغليان كان من المتوقع أو المنتظر أن يتم تسوية ما لهذا لهذا. طيب خالد لهذا الملف، خلينا نفهم الصورة بشكل مفصل أكثر هيك، إنه عندما قيل إنه يمكن سحب يعني هذه الودائع على سعر 3900 ليرة، هذا المواطن الذي تهافت للسحب يعني أموال، ماذا كانت تعني هذه الخطوة لهذا المواطن اللبناني، وماذا تعني للبنوك من الجهات الأخرى؟ يعني طبعا بالنسبة للمواطن اللبناني يفضل أن يسحب على 3900 ليرة وبهيركات يبلغ 70% من أن يسحب ودائعه على 1500 ليرة وبهيركات يبلغ أكثر من 90%، خصوصا أن سعر الصرف اليوم في السوق الموازية هو 13200 ليرة لبنانية. أما بالنسبة للمصارف فهي طبقت قرار أو تعميم مصرف لبنان أو طلب مصرف لبنان منها عدم تسليم الودائع على 3900، وبالتالي هي أصبحت أمام حل لا ثالث لهما، إما العملة المرجعية أو سعر الصرف المرجعي 1500 ليرة، وإما الدفع بواسطة الشيكات المصرفية، وهذا برأيي ما يخسر المودعين أكثر. طبعا يعني اليوم هذه الشعبوية الذي أدير بها هذا الملف لم تأتي مع الأسف في صالح المودعين، على الرغم من أنهم مغبونين وعلى الرغم من أنهم يتعرضون لهيركات غير مقنع ولهيركات غير مسبوق في أي أزمة من الأزمات، وخصوصا هنا أتحدث عن صغار المودعين. إنما ما الحل اليوم؟ يعني طبعا اليوم قد يكون مصرف لبنان للمصارف فلتدفعوا الودائع بالدولار الأمريكي على سعر صرف السوق أي 13000 ليرة، وهذا سيتطلب من مصرف لبنان من الجهة الأخرى طباعة الأموال بالليرة اللبنانية، وهذا سيزيد حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي أساسا وصلت إلى 45000 مليار ليرة اليوم، وبالتالي سيرفع التضخم بنسب هائلة، ويكون مصرف لبنان ما يدفعه في يده اليمين على سعر 13000 ليرة يأخذه من ليأخذه الغلاء وارتفاع الأسعار الضعاف. يعني هل الخطوة باليد كانت التانية تهدف إلى أنه المواطن اللبناني يكشف عن دولاراته مثلا ويعود لضخها وتحريك يعني عجلة التداول بالدولار مثلا؟ يعني بتصور كلا، لأنه اليوم يعني أتت الخطوة شعبوية أكثر ما هي مدروسة أو منطقية، طبعا بسبب تقدم ثلاثة من المحامين بدعوى أمام مجلس شورى الدولة بحق مصرف لبنان، وبالتالي فإن صحيح أن هناك ودائع، أن هناك مخزون من الدولار بين أيادي المواطنين يقدره المصرف المركزي دائما بين 3 و5 مليار دولار، إلا أن المواطن اللبناني يعرف اليوم جيدا بأن هذا الدولار سيرتفع سعره أكثر في المستقبل القريب، وبالتالي لن يفرط به بهذه السهولة.
طب من المستفيد أكثر في هذه الحالة؟ يعني لأنه عندك على سبيل المثال مواطنين لبنانيين يعملون مثلا مع منظمات أجنبية ودولية، ربما على الأغلب يعني يتقاضون بالدولار مثلا مرتباتهم، والموظفون في الدوائر اللبنانية في الليرة اللبنانية. من الذي قد كان من الممكن أن يستفيد أكثر من هذه الخطوة؟ طبعا المصارف اللبنانية والقطاع المصرفي اللبناني، لأن كل عملية دفع للودائع بغير قيمتها الحقيقية تخفض ديون المصارف، طبعا لأن الودائع في النهاية هي ديون على القطاع المصرفي، وبالتالي كلما دفعت المصارف قيمة أقل من قيمة سعر الصرف الحقيقية تكون تستفيد وتكون تخفض ديونها على حساب نقل عبء الأزمة منها ومن مصرف لبنان إلى المودعين العاديين، الذين أكرر أنهم عادة ما يحيدون في الأزمات الكبيرة، وتحديدا نتحدث هنا عن صغار المودعين الذين يملكون أقل من 50 أو 100 ألف دولار، والذين يبلغ عددهم في لبنان تقريبا 1,700,000 حساب أو 1,800,000 حساب في المصارف اللبنانية. وهذا أذكر ما أشار إليه تقرير البنك الدولي قبل يومين بلبنان يغرق، بأن السلطتين السياسية والنقدية تعمدت عن سابق إصرار وتصميم بنقل عبء الأزمة منها إلى المواطنين والمودعين، إلى المواطنين من جراء التضخم وارتفاع الأسعار، وإلى المودعين من جراء تخفيض قيمة العملة اللبنانية وتسليم الودائع بأقل من قيمتها الحقيقية، الأمر الذي حمل المودعين عبء الأزمة بدل من أن تتحملها المصارف وأجهزتها ورؤساء مجلس إدارتها وأعضاء مجلس إدارتها. وبالتالي من هنا فإن هذه الحلول الشعبوية التي تطرح في لبنان لن تؤدي إلى مكان. طبعا الحل يبدأ اليوم، ضرورة أن يبدأ بموضوع التشريع الجدي لوضع ضوابط للعلاقة بين المواطن والمصرف، وهذا من المفروض أن يكون أن يطلع به قانون الكابيتال كنترول الذي تدرسه لجنة المال والموازنة في مجلس النواب بعدما تخلت الحكومة عنه وعن دورها فيه، وطبعا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة جدول ديونه، من ثم ننتقل إلى الحلول الثانية لإنصاف المودع. وقبل ذلك فإن الحلول كلها ستكون شعبوية وغير ذات جدوى وستكون ضد مصلحة المودعين مع الأسف. شكرا لك من بيروت الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية خالد أبو شقرة. أعلنت وزارة الأشغال والإسكان في قطاع غزة أن عشرات الآليات المصرية ستصل القطاع اليوم للمساعدة في إزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط بفعل القصف الإسرائيلي الأخير. وأشارت الوزارة إلى أن حوالي 35 آلية تضم شاحنات وكاسحات وناقلات وحفارات ستصل للمشاركة في إزالة الركام الذي يقدر بأكثر من 200,000 طن. وضعت الحرب أوزارها، لكن غزة لم تحظى بالهدوء بعد، فما قذفته الطائرات الإسرائيلية حير المراقبين بتصنيف ضحايا غزة من غير الموتى. في شمال القطاع حيث المنطقة الصناعية، عشرات المصانع والمعامل كانت هنا تضم وسط ضجيجها مئات العمال. المخزن دمر بالكامل، البراكس كله كان واقع، وجينا طبعا الصبح ثاني يوم الحرب تفاجأنا من اللي صار. العمال اللي هان لسه ما حدش عارف مصيره، يعني في الشركه انا نشتغل مش عارفين بعد الدمار هذا ايش بضل العمال. يعني 14 منشاه صناعيه تضررت ودمرت 8 مصانع بشكل كامل. بحسب احصاءات رسميه كان انتاج تلك المصانع متنوعا بين الباطون والاسفنج واسمده النباتات وغيرها من المواد التي سدت احتياجات اهالي غزه نسبيا قبل أن تصنع منها الحرب ضحية تضيفها إلى قوائمها. يجب أن يكون هناك تدخل دولي بتخصيص مساعدة عاجلة للقطاع الصناعي أو المصانع المدمرة حتى يستطيعوا إغاثة عمالهم، حتى يستطيعوا إعادة أو شيل الأنقاض. الحرب اقتحمت حياة الغزيين رغم الاقتصاد المنهك والفقر والبطالة المنتشرة في صفوف عشرات الآلاف من الشباب، والتي زاد من ارتفاع أرقامها بينهم تسلل فيروس كورونا منذ عام رغم الحصار. انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، فتحنا فيها عددا من الملفات وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة، والبداية كانت من التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني. دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على أن نفتح فيها أيضا ملفات أخرى.
تصنف هذه الهجمات من حيث التوقيت ومن الجهة التي ممكن أن تتبناها؟ إيران مصرة على أن يكون العراق حلبة للصراع. هذه الصواريخ ابتداء هي صواريخ عادية، هي تحاول أن تخلط الأوراق. ماذا تكرار انتهاك السيادة العراقية؟ أي لغة لدى الرجل كي يستخدمها مع القوات الأمريكية؟ هل سيستطيع الكاظمي مواجهة هذه الميليشيات التي تصر على السيناريو الأفغاني مثلا؟ أنا أعتقد الأتراك والإيرانيين يبحثون عن مجالات حيوية أوسع في العراق. كم هي المسافة التي دخلت إليها القوات التركية الآن على الأرض؟ كل المعلومات الأمنية تتحدث عن انفجار الخزان الرئيسي داخل المستشفى. الكارثة حلت، هذا يفتح الكثير من الأوراق عن الفساد الذي لم يستثني حال المشافي في العراق. ما زالت التحقيقات مستمرة. هل هناك ترجيحات بأن تكون شبهة جنائية خلف هذا الحادث؟ بماذا كان يخيف لقمان سليم بكلماته حتى يلقى هذا المصير؟ حكم المحكمة الذي أثبت إدانة دبلوماسي إيراني. جلسة التصويت الحاسمة بدأت بانتظار حسم هذه النتيجة ما بين كل القوائم. هذا الموقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. إيران عملياً كثفت إدخال الصواريخ والعتاد. مجموعة كبيرة من الإعلاميين الكتاب والباحثين شاركوا، يعني سنحاول الاقتراب. هذا الاجتماع أولاً سيكون على مستوى رفيع. أقصى عقوبة بموجب قانون الإرهاب هنا في بلجيكا. تعيين تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، ماذا سيغير في الصورة؟ إصابة بيروت، كيف بدي أبكي؟ أهلي بالمستشفى، ما أعرفوا أني بأي مستشفى. طبعاً لا تزال أثر الانفجار واضحة هنا. ما هي الفرضيات الأقرب إلى الحقيقة الآن؟ هل يعقل 6 سنوات وهذه المواد موجودة في منطقة حيوية ولا يعرف من وراءها؟ سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. أوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة، وسلم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية، وأن يتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق المسؤولين.
رغم تفاؤل بروكسل بالتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، برلين تقول إن القضايا المهمة عالقة. بطلب من بريطانيا، مجلس الأمن يناقش قضية الناقل صافر وخطر حدوث تسرب نفطي منها. الشرق الأوسط تنقل عن مصادرها أن قادة الميليشيات الموالية لإيران تداولت مشروعاً لإسقاط حكومة الكاظم. في إطار صراع التنظيمات الإرهابية، جبهة النصرة تبث لقطات لاعتقال قيادي داعشي في إدلب. أم رجاع قلبي حين ما كفيت جرح البي. وحلم الشهرة يراود آخر بائع غاز يغني لإيصال بضائعه في شوارع بغداد. حدث مع محمد أبو عبيد. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث، والتي أيضا نفتح فيها عددا من الملفات ونوافيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. والبداية من التطورات المتعلقة بالملف اليمني سياسيا وأمنيا. يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم قضية ناقلة النفط المتهالكة صافر والراسية قبالة سواحل اليمن. الجلسة التي ستعقد بطلب من بريطانيا تأتي بعد تزايد المخاوف من حدوث تسرب نفطي من الناقلة. المتحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة أوضح أن المسؤولية تقع على الميليشيات الحوثية التي عليها أن تتعاون مع الأمم المتحدة لصيانتها. هذا وكانت الميليشيات الحوثية أعلنت أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقد السفينة وصلت إلى طريق مسدود بعد محادثات استمرت عدة أيام. من جهتها أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن تصريحات الحوثيين تبدو وكأنها تأكيد على عدم جهوزيتهم لإعطاء الضمانات التي يحتاجها الفريق الأممي للصعود إلى متن الناقلة صافر. ميدانيا توافدت قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف اليمنية إلى مقر المطارح، وذلك في إطار التحشيد القبلي لإسناد الجيش الوطني اليمني ورفض الجبهات لتحرير محافظة الجوف وطرد الميليشيات الحوثية الانقلابية. إلى هنا بصفتنا القبلية لمشاركة أخواننا أبناء دهم في مساندتهم للجيش الوطني في تحرير ما تبقى من بلادنا. أن أبناء محافظة الجوف لن يظلوا مهجرين بعيداً عن ديارهم. باسم المنطقة العسكرية السادسة ضباطاً وأفراد، نرحب بكم اليوم سنداً وعوناً للمنطقة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف. تم اليوم حشد مهرجان جماهيري لمطارح قبائل دهم
محافظة الجوف. كعادتها قبائل دهم هي من القبائل السباقة لمواجهة الفكر الحوثي. من الرياض فارس النجار المحلل الاقتصادي اليمني، أهلا بك معنا. مجلس الأمن أستاذ فارس يعني يناقش مرة أخرى موضوع السفينة صافر، بداية عن أي يعني تعقيدات تضعها هذه الميليشيات لجعل المفاوضات على هذا الموضوع الخطر تصل إلى طريق مسدود؟ تحياتي لك أخي العزيز وإلى كافة السادة المشاهدين. ينبغي أن نشير هنا بأن الجماعات الحوثية قد تعنتت كثيرا في تعطيل فصول فريق المراقبين أو فريق الفنيين من الصيانة التابعين للأمم المتحدة. 4 مرات سابقة يأتي فريق من قبل الأمم المتحدة وترفض الجماعات الحوثية بأن تسمح لهذا الفريق بأن يقوم بعمله. كلما سمح به جماعات الحوثي بأنهم سمحوا بهذا الفريق للوصول إلى الخزان دون أن يقوم بأي أعمال صيانة. للأسف الشديد تستمر الجماعات الحوثية باستخدام كل هذه الأشياء، وعلى رأسها مثلا ملف ميناء الحديدة أو ملف خزان صافر ككروت تفاوضية دون أن تابه أبدا بمعاناة اليمنيين أو بالكارثة البيئية والاقتصادية الذي سيسببها مدى ما حصل أي تزيد أو تزايد التسريب من خلال هذا الخزان. اليوم نحن أمام كارثة اقتصادية وبيئية حقيقية يعني لا تقل خطورة عما حصل في مرفا بيروت، وبالتالي نحن أمام قنبلة موقوتة. للأسف الحوثيين لا يؤبهون أبدا بهذا الأمر، هم يستخدمون موضوع خزان صافر ككرت تفاوضي لهم في أي مفاوضات قادمة تقود لعملية السلام، هم يستخدموها فقط ككرت يستطيعون من خلال الحصول على يعني على أمور تتعلق فقط إما بالإفراج عن أسرى تابعين لهم أو عن طريق الحصول على تسويات سياسية قد تكون لصالحهم أو تعزز من موقفهم سياسيا في المستقبل. رغم أن نتحدث دائما أو دائما ما تتحدث جماعة الحوثي بأكذوبة الحالات الإنسانية أو ضرورة أن لا يتم فصل المواضيع التي متعلقة بالحالة الإنسانية والحالة الاقتصادية في البلد عن الموضوع أو عن الشق السياسي، إلا أن الجماعات الحوثية تعمل عادة عكس ما تقوله. هي تستخدم اليوم ملف خزان صافر استخدام الأقل ما يطلق عنه أنه استخدام غير مسؤول وحقير غير آبها أبدا بهذه الكارثة. طيب التي اقتصادياً متى لم يتم حل الموضوع قطعيا اقتصاديا مدام يعني الخزان ما زال يحوي هذا النفط وهناك مخاطر من تسربه إذا بقيت الحال على ما هي عليه، اقتصاديا هل نتحدث عن يعني مخزون عمليا لا بأس به من الناحية الاقتصادية؟ حقيقة يحتوي خزان صافر اليوم على 1,200,000 برميل. مقترح الحكومة أتى بأن يتم تفريغ هذا الخزان وأن يتم بيع هذا النفط المتواجد به وأن يتم استخدام عائداته لما يدعم الجانب الاقتصادي وخاصة فيما يخص دفع رواتب الموظفين. هذه هي المبادرة الثانية التي تقوم بها الحكومة اليمنية. سابقا كانت في مبادرة وفقا لاتفاق ستوكهولم والبنك المركزي. ماذا حصل؟ وردت أموال الجمارك والضرائب إلى البنك المركزي وقام الحوثيين بسرقة هذه الأموال ولم يدفعوا ريالا واحدا لرواتب الموظفين. اليوم اقتصاديا إذا كان فعلا الحوثيين حريصين على دفع رواتب الموظفين فالمفترض بأن يتعاطوا أو يتعاملوا بإيجابية، خاصة بأن الحكومة اليوم صراحة أعلنت بأنه سيتم الاستخدام كافة أموال مبيعات عائدات النفط لدى خزان صافر لدفع رواتب الموظفين ومعالجة الحالة الإنسانية. ولكن يبدو أن الحوثيين يريدون إدخال اليمن في مشكلة أو في كارثة اقتصادية. يعني أنت تتحدث 350 ألف يمني يعملون في القطاع السمكي، يعني صادراتنا من النفط تصل إلى 15 مليار. اليوم متى ما حصل أي كارثة اقتصادية أو بيئية تضر بالثروة السمكية سنتضرر كثيرا. الأمن الغذائي سيتضرر، خاصة أن هناك يعني الملايين من اليمنيين يعيشون يعني يعيشون أصلا يعيشون أصلا على الأسماك كمصدر يعني غذاء رئيسي. إنه في حال تسرب هذا النفط ويعني ما يخشاه الناس حصل، الآثار البيئية الاقتصادية الناجمة عن الآثار البيئية كيف ستكون بالتالي؟
نحن في اليمن نمتلك أكثر من 115 جزيرة. اليوم متى ما حصل تسريب من خزان صافر سيتضرر هناك أكثر من 900 نوع من أنواع السمك اليمنية، هي مهددة بالانتهاء والفناء. 300 نوع من أنواع الشعب المرجانية أيضا ستنتهي. عواقب هذا الخزان وتسربه لن تتأثر منها فقط اليمن، ستتأثر الصومال وإريتريا، وقد يصل ذلك أيضا إلى السعودية وخليج العقبة وأيضا إلى قناة السويس. وبالتالي نحن أمام كارثة اقتصادية ستؤثر على المستوى اليمني كما أشرت. التنوع البيولوجي الكبير بيئيا وسمكيا في اليمن سيتأثر بشكل كبير، مما سيؤثر بالمقابل على الحالة الإنسانية. الأمن الغذائي اليمن بشكل عام هو مهدد. كثير من ملايين من اليمنيين اليوم يعتبرون السمك مصدر أساسي للغذاء. عند حصول هذه المشكلة فإن ذلك يعرض الأمن الغذائي اليمني لمزيد من التفاقم والمزيد من المخاطر، ويعرض الاقتصاد الوطني لخسارة كثير من المليارات التي تجنيها من صادرات القطاع السمكي. من الرياض فارس النجار المحلل الاقتصادي اليمني، شكرا لك. لا تزال الحالة الصحية لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله في دائرة الغموض بعد ظهوره الأخير وتوالي الأنباء عن مرضه، إذ قالت الجريدة الكويتية إن نصر الله مصاب بالتهاب في القصبة الهوائية، وأن هذا الالتهاب يأتيه سنويا لكن الأعراض هذه المرة جاءت أقوى. وقالت مصادر مقربة من الحزب إنه يتعافى وإن حاله الصحية في تحسن. علمت الجريدة من أحد مديري مستشفى خاتم الأنبياء الإيراني التابع للحرس الثوري أن نصر الله كان في هذا المستشفى قبل شهر ونصف الشهر، وأنه تلقى العلاج من داء الانسداد الرئوي المزمن وعاد إلى بيروت قبل أسبوعين. وكشف المصدر لجريدة الجريدة أن الأطباء نصحوا نصر الله بقضاء فترة النقاهة في إيران تحت إشرافهم، ولدى عودته إلى لبنان تم الاتصال بالأطباء الذين عالجوه في إيران لتدهور وضعه الصحي. سدوا الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. تزامنا مع دعوات للتظاهر، الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة، والخرطوم تقول إن فوائد سد النهضة ستتحول إلى مخاطر من دون اتفاق قانوني ملزم. صور، أرقام وأخبار في يومك، كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. ما زلنا في ملفات ساعتنا الثانية من استوديو الحدث. إلى السودان، فقد أعلن الجيش السوداني إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة في العاصمة الخرطوم اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. وطالب الجيش في بيان جميع المواطنين الابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة. يا
يأتي بيان الجيش بالتزامن مع دعوات أطلقتها قوى سياسية سودانية خلال الأيام الماضية للتظاهر اليوم أمام مقر النيابة العامة ومجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتحقيق العدالة لقتل الثورة وحادثة فض اعتصام القيادة. نعرف أكثر عن التطورات حتى هذه اللحظة والاستعدادات إذن لهذه التظاهرات مع مراسلة الحدث من الخرطوم لينا يعقوب. لينا. أهلا محمد، نحن الآن أمام مقر مجلس الوزراء، هذا هو المكان الذي حدده المتظاهرون والثوار، يحملون مطالب محددة متعلقة بالقصاص والعدالة. ستنطلق هذه المواكب في الساعة 1 ظهرا إلى مقر مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك إلى النيابة العامة. هناك مطالب واضحة متعلقة بالعدالة والقصاص، وأيضا مطالب رفعها تجمع المهنيين السودانيين، من بينها عزل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة، تكوين مفوضية العدالة، تحويل قضايا فض الاعتصام إلى مجلس الأمن أو محكمة الجنايات الدولية، تكوين المحكمة الدستورية. ومن الملاحظ أن هذه المطالب جميعها متعلقة بالعدالة والقصاص. تجمع المهنيين السودانيين وكذلك عدد من لجان المقاومة سيسيرون هذه المواكب إلى هنا مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة، ثم إلى إحدى المستشفيات، مستشفى التميز، التي شهدت في مشرحتها تكدس لعدد من الجثامين مجهولة الهوية. كل هذا سيكون اليوم في الوقت الذي أغلقت فيه القيادة العامة الشوارع المؤدية إليها. فقط الإغلاق للطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة، أم أن هناك أيضا إجراءات أمنية في مناطق مختلفة من الخرطوم؟ حتى هذه اللحظة، وهذا هو المكان الرئيسي محمد، لا نلحظ أي تعزيزات أمنية. كانت هناك تغريدة لوزير الداخلية يتحدث فيها أنهم قاموا بتأمين هذه المواكب. كان هناك أيضا مؤتمر صحفي للنائب العام أمس يتحدث أن هناك 20 من وكلاء النيابة سيكونون متواجدين في هذه المواكب. إغلاق القيادة العامة عادة محمد يتم حينما تكون هناك أي لافتات للتظاهر هناك، ويحدث احتكاك، ويحدث أن يتم إطلاق الرصاص ويسقط عدد من القتلى. أخيرها كان في رمضان شهيدين توفيا في بالقرب من مقر القيادة العامة. يمكن أيضا محمد أن نشير إلى أن هذه المواكب على غير العادة لم تعلن أنها تتجه إلى هناك، ونحن نعلم أن 3 يونيو يصادف الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة، ولكن هذه المواكب تتجه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بهذه المطالبات. المسؤول منها على الأقل حتى هذه اللحظة الجهاز التنفيذي، ولكن هذا الأمر أيضا لم يعفي المكون الآخر، حيث كانت هناك مطالب بعزل الأعضاء العسكريين من مجلس السيادة. من الخرطوم مراسلة الحدث لينا يعقوب، شكرا لك. من القاهرة المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء السوداني فايز الشيخ استليك، أهلا بك معنا. هل مطالب المتظاهرين الآن يعني وما حملوه معهم وسيحملونه في هذه التظاهرات يعني محقة وقابلة للتطبيق والاستجابة؟ نعم، معظم المطالب التي يرفعها المحتجون هي مطالب واقعية وعملية المتعلقة بمحاكمة المتورطين في فض الاعتصام أو مجزرة الاعتصام، لأنها كانت حدثا صادما بالنسبة لكل السودانيين. التأخير في هذا الملف أثار الغضب، يثير غضب أسر الضحايا والشهداء، يثير غضب عدد من السودانيين، مع أن الشخص المكلف أو الرئيس اللجنة المستقلة للتحقيق يعتقد بأن هنالك ظروفا موضوعية حالت دون إكمال التحقيق وتسليمه إلى مجلس الوزراء. أرى أنه في موقف صعب، لأن هذه قضية ذات بعد سياسي، أي تقرير حولها سيؤثر على المشهد السياسي، ربما تطاول الاتهامات رؤوسا كبيرة، وربما إذا لم تورد أسماء سيثير غضب الشارع وحنقه. هناك مطالب مثل المجلس التشريعي تأخر جدا، كان لابد أن يكون هنالك مجلس تشريعي لرقابة السلطة التنفيذية للتشريعات لأشياء تتعلق بسير الثورة.
هنالك مطالب أيضا تتعلق بمسألة الحياة الاقتصادية، لأن الأوضاع الاقتصادية وصلت مرحلة من التدهور، لكن ربما يكون هنالك إشكال كبير فيما يتعلق بمطلب إبعاد العسكريين من مجلس السيادة، لأن هذا يعني إعادة المشهد إلى 11 طيب. أبريل هذه النقطة الآن عندما ستصل التظاهرات إلى مقر القيادة العامة للجيش والمطالبة بالتحقيق في حادثة فض الاعتصام، إذن نتحدث مرة أخرى كما تفضلت وقلت عودة إلى مشهد الصدام المباشر بين هذه القوى وما بين الجيش. بلا شك، لأن مسألة المطالبة بإبعاد المكون العسكري أو أي من المكونين تعني إعادة النظر في الوثيقة الدستورية ذات نفسها. هذا المجلس السيادي بوجوده العسكري تشكل باتفاق مع قوى الحرية والتغيير، ومنحت العساكر 5 مقاعد في مجلس السيادة. النقص عن هذا الاتفاق يعني العودة إلى المواجهة، يعني العودة إلى مصادمة المكون العسكري بشقيه سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع. هذه مسألة سياسية من الدرجة الأولى، ستثير بلا شك أحداث، بلا شك ستؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد. هذه المسألة قد تتطور إلى مصادمات مباشرة إذا لم يكن هنالك صوت عقل خاصة في المكون العسكري والأمني. طب الحكومة أين ستجد نفسها في هذه الحالة؟ نعم، هذا مأزق. إذا ما تصاعدت آليات المواجهة، لأن هنالك حديث عن استمرار المظاهرات، حديث عن مسألة الاعتصامات، حديث عن الإضراب السياسي، هذه قد تتصاعد بنهاية شهر يونيو. لا أقول بأن كل هذه المطالب يمكن تحقيقها في مظاهرة اليوم أو في موكب اليوم، لا شخص يعرف كيف ينتهي الموكب، قد ينتهي بتسليم مذكرة، قد ينتهي بمواجهة، قد ينتهي باعتصام، أو قد تتجدد الدعوات إلى المظاهرات في الأحياء في الميادين لتصل قمتها أو ذروتها بنهاية يونيو الحالي، باعتبار أن 30 يونيو أيضا كانت ذكرى للمظاهرات التي على ضوئها تم الاتفاق على الوثيقة الدستورية قبل 2 عامين. لذلك نقول بأن المشهد السياسي السوداني في سبيل طب هناك مطلب مثلا له علاقة بالكشف عن المتسببين في قتل عدد من المتظاهرين، وأيضا من لهم علاقة بمن قتلوا أيضا حين حصل فض الاعتصام. هل هذه مسألة يعني صعبة التحقيق أيضا إذا كان هناك نية لتلافي حدوث أي تدهور في المشهد؟ بلا شك أن المطالب بتحقيق العدالة هي مطلب شرعي ومطلب قانوني ومطلب سياسي، لأن حتى شعارات ثورة ديسمبر هي حرية سلام وعدالة. تحقيق العدالة واحد من أهم الشروط التي من أجلها اندلعت ثورة ديسمبر. لذلك لا بد من معرفة القتلة، لا بد من محاسبة القتلة، لا بد من الدخول في مساءلات جنائية، وربما بعد ذلك تذهب إلى عدالة انتقالية، لأن المساءلة الجنائية في وضع مثل وضع السودان لا تحل المشكلة. لا بد من القفز إلى عدالة انتقالية أو وفاق اجتماعي أو غيرها من المسائل التي ستحل المشكلة جذريا. لكن الشكوى حول التأخير مثلا أو استمرار السيولة الأمنية، اصطياد بعض الشباب المقاومة قبل أسابيع، تم شهدت القيادة العامة مظاهرات، وعلى ضوء هذه المظاهرات لقي اثنان مصرعهما. قبل أيام أيضا وجد واحد من لجان المقاومة مختطفا وثم قتل. هذه أسئلة تطرح
نفسها على الشارع على الحكومة نفسها، الحكومة التنفيذية ربما تريد أن تؤكد جديتها بالحديث بأنها هي مع العدالة، لكن تحمل الشق الأمني باعتبار أنه جزء من المكون العسكري الإبطاء في عملية تحقيق العدالة. من القاهرة المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء السوداني فايز الشيخ السليك. بحث وزير الري السوداني ياسر عباس سير مفاوضات سد النهضة مع وفد من الاتحاد الأوروبي يزور السودان، وقال الوزير إن فوائد سد النهضة للسودان ستتحول إلى مخاطر إذا لم يوقع اتفاق قانوني ملزم. شوارع الكرادة مسرحه منتظر عباس الشاب العراقي الذي مزج بين هوايته في الغناء ومهنته في بيع الغاز على نحو فريد ليجمع بين تلبية مطالب زبائنه من قوارير الغاز وذائقتهم الفنية. عن رجاع قلبي حين بين عذوبة المقامات العراقية والنداءات على الزبائن الراغبين باقتناء قوارير الغاز يتنقل منتظر عباس برشاقة تنسي السامعين التنافر بينهما. أهالي حي الكرادة في العاصمة بغداد على موعد يومي مع هذا الشدو الصباحي ينتظرونه للحصول على حاجتهم من الغاز ولملاء على بضع ألحان اتفق الذائقة العراقيين عليها. ريت الله يهدي 22 ربيعاً يتدفق شغفها في روحه يغدق منها بصوته ما استطاع حيث تقوده عربته أو ما يطلق عليها العراقيون ستوتا التي تحمل معه أعباء الحياة. من غنائه يعرف سكان الحي العابر فيخرجون للتزود بالغاز وعذوبة الصوت. كلش ممتع هي هاي الموسيقى يعني طريقة الغناء مالته وبالتالي يعني عجبتنا كلش حلوة خصوصا بهاي الأيام نفتقد الهيجي أغاني حلوة عراقية. غاز 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 غاز. مهنته التي ورثها عن والده ليست أقصى طموحاته وإنما لكسب القوت، أما مخيلته فيداعبها حلم الشاب منتظر بالشهرة علها تنتشله من واقعه. أنا الوحيد اللي بقيت في العراق أشتغل بالغاز وعلى أغاني القديمة لأن العالم كله حولت اللي حول على الموسيقى وأكو أشياء أخرى. ريت الله يحميك. وما زال منتظر منتظرا فرصة أحلامه لعلها تتيسر بشكل ما بينما يجوب شوارع الحي. في لبنان أعلن حاكم المصرف المركزي رياض سلام اعتبار تعميم سعر الصرف الرسمي ساريا عند 3900 ليرة مقابل الدولار. تقرر اعتبار التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان اعتباره أنه ما زال ساري المفعول وستعمل المصارف بموجبه، كما أنه تأكدنا التعاون الكامل وضرورة التعاون أيضاً بين مصرف لبنان ومجلس الشورى الدولي لما فيه مصلحة لبنان. سلام شدد على عدم إفلاس المصرف مضيفاً أن أموال الناس مودعة في البنوك الأخرى وأنه سيصدر تعميماً لإعادتها قريباً. لأنه منه مفلس. لكن وين مصريات الناس؟ مصريات الناس بالبنوك مش بمصرف. والبنوك بيقولوا أنه مصريات الناس عندك. هيك بيقولوا. بس أيه. كمان في عندهم مصاري مع الدولة ما هيك؟ كمان في عندهم مصاري مدينينا للقطاع الخاص ما هيك؟ كمان عندهم أموال خاصة محطوطة بالخارج ما هيك؟ راحت وديع الناس؟ لا ما راحت وقريبا في تعميم رح نبلش نرجع الأموال. سجل الحدث متواصل وفيه بعد الفاصل. أعمدة النظام الإيراني ترفع سقف النقد الضمني للانتخابات المقبلة. بعد 6 أشهر من انطلاق حملات التطعيم العالم يتلقى ملياري جرعة لقاح كورونا.
ما زلنا في ملفات ساعتنا الثانية من استوديو الحدث إلى إيران والملف المتعلق بالانتخابات. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، حملة انتقادات واسعة وجهها مسؤولون إيرانيون بارزون لهذه العملية وما يحيط بها، إن من الرئيس حسن روحاني أو من غيره. صحيفة الشرق الأوسط أحصت انتقادات روحاني الضمنية التي حذر فيها من رفض أهلية عدد من المرشحين ودعا لإقامة استفتاء شعبي، كما حذر وزير الخارجية محمد جواد ظريف ضمنا من تقويض الشرعية القائمة على التصويت الشعبي. هذه الانتقادات وصفت بأنها غير مسبوقة بسبب الرفض الكبير، أو يعني رفض عدد من الذين رشحوا أنفسهم بذريعة أنهم غير مؤهلين لهذه الانتخابات. فهذه الانتقادات غير مسبوقة، لا سيما وأنها تأتي على لسان من يفترض بأنهم أعمدة النظام الإيراني وأكبر قادته لا معارضيه. ما يجري في إيران يتلخص بتدخل النظام ومرشده في تحييد أسماء المرشحين وعلى نحو غير مسبوق، إذ منعوا مرشحين كثرا وسربوا تسجيلات لآخرين، ذلك لتشويه سمعتهم، حتى أن منتقدي الانتخابات أصبحوا يتحدثون صراحة عن تحول الجمهورية الإسلامية إلى نظام الخلافة. أيضا منتقدو الانتخابات هذه المرة لهم خصوصية معنوية كبيرة في طهران، فأبرزهم حفيد المرشد الإيراني الأسبق حسن الخميني. فوفقا لتقرير لصحيفة الشرق الأوسط، وجه حسن الخميني انتقادات مباشرة للعملية الانتخابية ولطريقة حكم البلاد على نحو عام، حتى أنه أشار إلى أن إيران باتت تحكم على طريقة حكم حركة طالبان في أفغانستان. كما انتقد حفيد الخميني ما تعرض له وزير الخارجية محمد جواد ظريف من تشهير وانتقادات نتيجة التسريبات التي سربت له وهو ينتقد تمادي فيلق القدس. وقال حسن الخميني إن الخارجية هي اليد الدبلوماسية التي يجب أن تحل النزاعات، في إشارة إلى أن دورها يجب أن يطغى على دور فيلق القدس لا العكس. وبعد تصريحات الخميني عاد ظريف الحديث بقوة أكبر قائلا إن الشرعية هي قلوب الناس وعقولهم، في إشارة إلى أن ذلك على المحك الآن. الانتقادات التي تتعرض لها الانتخابات هذه المرة ربما بسبب حساسية الانتخابات القادمة، فنظرا للحالة الصحية للمرشد الحالي علي خامنئي باتت مسألة خلافته أمرا يشغل في الواقع بال السياسيين، إذ يميل الإصلاحيون إلى الدفع باتجاه خليفة للمرشد من بيت الخميني وتحديدا حسن الخميني حفيد المرشد الأول لإيران، بينما يعتقد كثيرون بأن خامنئي يدفع باتجاه رئيس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح الرئاسي الذي يحظى أصلا بدعمه. We'll be right back.
معي في الاستوديو الصحفي المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك. مسعود أهلا بك. إذن قيل إن هذه الانتقادات هذه المرة لها ما يميزها بأنها جاء كثير منها من أعمدة النظام الإيراني أصلا. طبعا، لأن من تم حذفهم من قائمة الانتخابات ولم يؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لخوض الانتخابات ينتمون إلى التيار الذي ينتمي إليه هؤلاء أيضا. مثلا حسن روحاني ينتمي إلى التيار المعتدل، لا يوجد من التيار المعتدل من هو في قائمة الانتخابات، أي السبعة الذين تم ترشيحهم من قبل قبول ترشيحهم من قبل مجلس صيانة الدستور، ولا يوجد أي مرشح إصلاحي. نحن نعرف مثلا حسن الخميني قريب من الإصلاحيين، وهو حفيد المرشد المؤسس للنظام، وهو أب الثورة التي جاءت بهذا النظام إلى الحكم، وهو عميد الأسرة الخمينية أيضا في نفس الوقت. لذا انتقاداته لها وقع كبير في المجتمع الإيراني بين الذين ينتمون للنظام، بين الذين يؤيدون هذا النظام. هذا التأثير باعتقادي سوف يؤدي على المدى الطويل إلى نوع من الانهيارات في الانتماءات إلى النظام نفسه. ما بعد التأثير، لنفترض أثرت الآن هذه التصريحات والانتقادات، كيف ستؤثر على سير الانتخابات مدام الأمور ماضية كما يريدها المرشد الآن وفصلها أصلا؟ لا، على المدى المنظور لا تؤثر. أنا قلت على المدى البعيد. فهمك. نعم. بس أنا أقصد، ولكن الآن كما تفضلت، الآن في هذه الانتخابات هناك قرار بتصعيد شخص ما من بين السبعة، وكل الأضواء مسلطة على شخص واحد بين هؤلاء، وهو إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية. هناك سببين لتصعيد إبراهيم رئيسي، وكما تفضلت في التقرير مرتبط الأمر بمسألة خلافة المرشد نفسه. نعرف المرشد الآن يبلغ من العمر 82 عاما، وهو مصاب بسرطان البروستاتا كما يقال بهذا الخصوص. لذا احتمال وفاته خلال دورتين من رئاسة الجمهورية التي هي 8 سنوات واردة جدا، أي خلال فترة 82 سنة إلى 90 سنة، هذا وارد جدا. هنا يجب تحديد من سيخلف المرشد. الترشيح هو على الجانب المتشددين شخصين، إما أن يكون إبراهيم رئيسي نفسه فيشق من خلال ترأسه السلطة التنفيذية الطريق لنفسه ليصبح مرشدا وتتم العملية بسهولة، أو إنه يجب أن يفتح الطريق لشخص آخر ويمهد الطريق له حتى يصبح مرشدا. وهنا يأتي اسم نجل المرشد مجتبى خامنئي. لذا وجود رئيسي الذي على علاقات وطيدة بالحلقة الأمنية والعسكرية المرتبطة بمجتبى، وهي من الحرس الثوري والأجهزة الأمنية العليا في داخل إيران، تعطي هذه الصورة. قد يحاول رئيسي من خلال وجوده في السلطة التنفيذية يمهد ويسهل أن يصبح مجتبى مرشدا لإيران بشكل انسيابي. هذا هو المطلوب. أن يحفظ لنفسه ماذا إبراهيم رئيسي في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يحفظ لنفسه الرئاسة والسلطة. هو ينتمي لتيار، لأن هناك الأمر ليس فقط مسألة شخصية، مسألة تيارات وقراءات للثورة. هذا التيار يعتبر نفسه هو وريث الثورة، لذا يطلق على نفسه حتى في القائمة الانتخابية قائمة الثورة. قائمة الثورة يعني الالتزام بالثورة حرفيا كما يفسرونها هم، وليس كما يريدها الإصلاحيون الذين يعتقدون التغيير المستمر هو ميزة الثورة وليس الوقوف في نقطة واحدة عند الثورة. شكرا لوجودك معنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك. شكرا. شكرا محمد. إلى آخر التطورات المتعلقة بكورونا وتحديدا اللقاحات، فقد أعطي أكثر من 2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد 6 أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر من عام 2020، واستنادا إلى عدد السكان تتصدر إسرائيل القائمة، إذ لقحت حوالي 6 من كل 10 إسرائيليين على نحو كامل.
إذن كما قلنا فهناك الآن نحو ملياري جرعة لقاح أعطيت للناس حول العالم، ولكن ما زالت التحقيقات مستمرة فيما له علاقة بمصدر هذا الفيروس وكيف تفشى. بكل الأحوال إذن هناك نقاط ساخنة محتملة لفيروس كورونا، وما زالت طبعا التحقيقات مستمرة عن الكيفية التي انتشر فيها إن كان متغمدا أو عن طريق الخطأ. بكل الأحوال لتحديد النقاط الساخنة المحتملة لتفشي فيروس كورونا، ركيزة بحث جديد مشترك بين جامعتي بوليتكنيك في كل من إيطاليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، يعني ذلك تحديد المناطق ذات الخطر الأعلى لانتقال الفيروسات من الحيوانات لا سيما الخفافيش إلى البشر. كانت الصين أبرزها بحسب البحث. الباحثون وخلال وضعهم الخريطة دمجوا مجموعة من البيانات تتضمن كثافة السكان والغطاء الحرجي أي مساحة الغابات وتوزيع الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى بيانات عن كثافة الثروة الحيوانية وعن أنواعها والمستوطنات البشرية وتوزيع أنواع الخفافيش لسيما حذوة الحصان الآسيوية، علما بأن هذا النوع من الخفافيش هو الحيوان الوحيد الذي أثبتت استضافته باستمرار لفيروسات كورونا من نوع السارس. ولعزل النقاط الساخنة المحتملة لقفز فيروس كورونا، بحث العلماء التعديلات الأخيرة على الغابات عبر دراسة صور للأقمار الاصطناعية، وقد صنف الباحثون الصين كواحدة من أبرز النقاط الساخنة عالمياً لتفتت الغابات بكثافة عالية فيها بموازاة كثافة الثروة الحيوانية والاستيطان البشري أيضا. أما النقاط الأخرى خارج الصين فجاءت جاوا في إندونيسيا ومملكة بوتان جنوب آسيا وشرق نيبال وشمال بنغلاديش وأيضا كيرلا الهندية وشمال شرق الهند، فيما تدخل المنطقة الصينية الواقعة جنوب شنغهاي وكذلك اليابان وشمال الفلبين ضمن دائرة المناطق المهددة نتيجة تفتيت الغابات. وكانت أبحاث سابقة اقترحت تحديد الأماكن الأكثر تعرضاً لخطر مثل هذه القفزات بهدف التمكن من مراقبتها والاستجابة السريعة، وأظهرت أن أحد العوامل الرئيسية المسببة لانتقال الفيروسات في الواقع من الحيوانات إلى البشر هو التعدي البشري على الموائل الطبيعية، فمع محاولة الحيوانات التكيف بالبيئة الجديدة يحدث اختلاط وتفاعل بينها وبين الحيوانات الأليفة والبشر، والنتيجة قد تكون انتقال هذه الفيروسات إلى البشر. من كاردف الدكتور محمد الحاج علي، طبيب وباحث رئيسي في العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كاردف، أهلا بك معنا في استوديو الحدث. هذه الدراسة في الواقع ما التي أرادت أن تصل إليه وتستنتجه من خلال الربط ما بين الحيوانات والمناطق الحرجية ذات الكثافة، يعني الشجرية دعني أقول أو الغابات؟ أسعد الله أوقاتك أخي محمد وأوقات السادة المشاهدين متابعي قناة الحدث. هذه الدراسة حقيقة تشير هنا وتعطي دلالات إلى نظرية المنشأ الطبيعي، أي أن هذا الفيروس انتقل من الحيوانات وهو الخفاش هنا إلى البشر، وقامت بربط المناطق الأكثر كثافة بتلك الحيوانات وهي حيوان الخفاش هنا بالإضافة إلى الموارد الحرجية وربطها مع المناطق الأكثر عرضة للإصابة. طبعا هذا يأتي كله في نظرية المنشأ الطبيعي التي افترضت أن أصل هذا الفيروس هو أصل طبيعي موجود في حيوان الخفاش هنا وانتقل عبر وسيط ثالث حيوان ثالث مثلا إلى البشر وتفشى بين البشر. طبعا هذه الفرضية هنا وهذه الدراسة التي قامت بها الجامعات الثلاث لا تعني بالضرورة أن نظرية المنشأ الطبيعي هي نظرية صحيحة، وهذا ما يعني يقوله
الجهة الأخرى من العلماء والباحثين الذي يقولون أنه لابد من المزيد من البحث والاستقصاء هنا للتأكيد على نظرية المنشأ الطبيعي أو الأصل الطبيعي. المنشأ الطبيعي لابد أن نجد الدليل والأثر على ذلك، وهو الحيوان الوسيط الذي اجتاز من خلال الفيروس الخفاش إلى البشر. طيب، يعني فيما له، لو قلنا أنه عرف يعني هذا المنشأ، هل هذا يسهل أو يساعد على التعامل بشكل أفضل مع هذا الفيروس أم لا علاقة ما دام أنه الفيروس انتشر؟ يعني لابد من فهم أصل هذا الفيروس، كيفية انتقاله، وحتى الآن موضوع يعني هل هو من منشأ طبيعي أم أنه مصنع مخبريا حتى الآن لم يحسم هذا بشكل كامل، حتى أن رئيس منظمة الصحة العالمية قال أنه لابد من العودة مرة أخرى إلى الاستقصاء والسؤال مجددا عن هذه النقطة هنا. وأتى ذلك بعد تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر في بداية العام الحالي، عندما عرض أن نظرية التصنيع هنا أو أن هذا الفيروس مصنع هي مستبعدة. الآن يعني ظهرت أسئلة واستفسارات من جديد، وخاصة الشهر الماضي عندما قام مجموعة من الباحثين والعلماء حوالي 15 منهم بكتابة إلى دورية ساينس العريقة، ويتحدثون فيها هنا مرة أخرى عن فرضية أن هذا الفيروس انتشر من المختبرات في ووهان وانتقل وتفشى بين البشر. طب أيضا، هل يعني طريقة تعامل البشر مع الحيوانات في مناطق مختلفة من العالم أيضا يعني كان سبب مهما، دعني أقول، من أسباب انتقال هذا الفيروس، وربما تبقى المسألة مرشحة لأمراض أخرى إذا استمر إما التعامل مع بعض الحيوانات في مناطق مختلفة من العالم بهذا الشكل، أو التعدي مثلا على الموائل الطبيعية؟ هذا صحيح أخي محمد، والمشكلة هنا أن هناك فيروسات أخرى أيضا تنتقل بنفس طرق العادات الغذائية الخاطئة أو التعدي على الثروة الحيوانية أو انتشار بعض العادات الغذائية الغريبة، يعني إذا جاز التعبير. ولكن لماذا تفشت في هذا الشكل في فيروس كورونا؟ لماذا انتقلت وأصبحت في غضون أشهر وباء يهدد البشرية جمعاء؟ هذا هو السؤال المطروح هنا. في جنوب آسيا هناك عدد من الفيروسات مثلا التي تتفشى بين الحين والآخر، أحيانا تنتقل وتعبر الحواجز بين الحيوانات إلى البشر، ولكن تبقى تلك البؤر محدودة، تصيب عدة مئات من الأشخاص مثلا، يتم السيطرة عليها بشكل سريع. هذه المرة القصة مختلفة تماما. إحدى الفرضيات التي دعمت قصة وجوده في مختبرات ووهان أولا ومن ثم انتقل إلى سوق الأغذية الموجود في مدينة ووهان، هو ما تم الحديث عنه عن عدد من العلماء والباحثين في مختبرات ووهان، عددهم 3، دخلوا إلى المستشفى في الشهر الذي سبق تفشي تلك الجائحة، وكانت لديهم أعراض تنفسية أيضا، وهي أعراض تنطبق تماما على أعراض الكوفيد 19. هذا أدى إلى إثارة السؤال مجددا فيما لو كان الموضوع انطلق من المختبرات هنا. طبعا هذا مهم لأننا يعني ينبغي أن نعرف أصل هذا الفيروس بشكل، إذا إن كان طبيعي ينبغي أن نتعلم كيف عبر الحواجز حتى يتم الوقاية من فيروسات أخرى مستقبلا ممكن أن تعبر الحواجز، وإن كانت القصة قصة أخرى فينبغي أيضا مواجهة ذلك بشكل جدي من قبل العالم. طب هل الحيوانات، يعني موضوع يجرنا إلى موضوع الحيوانات أيضا، ربما في بعض المناحي مثل البشر، يعني إن كانت تعيش في بيئة غير نظيفة، يعني مناطق مستنقعات عدم نظافة، أيضا معرضة لالتقاط أمراض معينة، ويبقى خطر نقلها إلى الإنسان أيضا موجود. هذا صحيح، ولكن عندما يقوم الإنسان هنا بالاحتكاك المباشر مع تلك الحيوانات التي قد تحمل فيروسات، ويأتي ذلك عن طريق عادات غذائية خاطئة مثلا، أو قلة الاهتمام بالنظافة، أو قلة الاهتمام بالتعقيم، فهذا الأمر سيؤدي إلى تسهيل عبور تلك الفيروسات للحواجز هنا وانتقالها من تلك الحيوانات إلى البشر. طبعا هي لم تنتقل بشكل مباشر من الخفاش إلى البشر إلا إذا حدث ذلك في مختبرات ووهان مثلا وتفشى، وأيضا ذلك يحتاج إلى استقصاء،
أو أن يتم ذلك عن طريق حيوان وسيط وهو ما يتم السؤال عنه مجددا هنا. مع الأسف نظرية المنشأ الطبيعي لم تجد ما يعززها هنا ويثبتها بالعثور على هذا الحيوان الوسيط الثالث. هناك أحد الحيوانات البرية الذي يدعى بآكل النمل كان يباع في أسواق ووهان، سوق اللحوم في ووهان، وتم اتهام الحيوان في البداية، ولكن لاحقا لم يعني يجد العلماء هنا ما يؤكد تلك الفرضية. شكرا لك من كارديف الدكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث الرئيسي في العلاج المناعي في كلية الطب في جامعة كارديف. انتهت ساعة استوديو الحدث لهذا اليوم، فتحنا فيه مع عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة، والبداية كانت من التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وأيضا فيما له علاقة بملف الانتخابات، الوضع الاقتصادي في لبنان، والوضع الأمني في العراق، طبعا إضافة إلى ملفات أخرى. غدا ساعتان أخريان متجددتان، وللحدث تفصيلات.